أيام وجيزة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ساعات الصيام والإفطار والسحور وغيرها من التقاليد. فما هي الخطوات التي تتبعونها لتهيئة أجسامكم لهذا الشهر؟ إذا كنت تعاني من إحدى الأمراض المزمنة كداء السكري، كوليسترول، ارتجاع المريء وارتفاع ضغط الدم، استشر الطبيب قبل البدء بالصيام. قبل أيام من بدء الصيام، حاول تخطي الوجبات الخفيفة، لأن جسمك خلال هذا الشهر سيحصل على وجبتين أساسيتين هما الإفطار والسحور. ابدأ من اليوم بتحديد الكمية التي تتناولها من الطعام من أجل تفادي زيادة الشهية والتعب خلال ساعات الصيام. حاول الاستيقاظ باكراً وتناول وجبة الفطور كي يعتاد جسمك على تناول السحور قبل فترة الإمساك. عليك شرب كمية وافرة من المياه من أجل ترطيب الجسم وتفادي الجفاف والأعراض الجانبية المصاحبة له. تجنب زيادة كميات الملح والبهار إلى الطعام، لأنها تجعل جسمك أكثر جفافاً وبالتالي يحتاج إلى الماء. إذا كنت من محبي القهوة ولا تريد أن تصاب بالصداع الشديد في الأيام الأولى من رمضان، ابدأ من اليوم بتقليل أكواب الكافيين أو استبدلها بقهوة منزوعة الكافيين أو بالشاي. قد يعاني المدخنون من أعراض التعب والعصبية وصعوبة التركيز أثناء ساعات الصيام. لتتجنب هذه المشكلة، قلل من التدخين خلال النهار. ومن الجيد أيضاً اعتبار رمضان فرصة للإقلاع عن العادات السيئة ومنها التدخين والأرجيلة. إذا كنت تنام متأخراً وتستيقظ متأخراً، ابدأ بتنظيم عملية النوم لديك، لأنه في شهر رمضان سوف تستيقظ مبكراً لتناول السحور. يمكن أن يوفر عليك الكثير من المتاعب، لا سيما في الأسبوع الأول من شهر رمضان. لذا قم بتجهيز قائمة الطعام للإفطار والسحور للأيام السبع الأولى دون حذف أي فئة غذائية. بهذه الخطوات الصحية تحضر جسمك لشهر رمضان دون الشعور بالتعب والجوع والصداع.